انا مبسوطه وفخوره اني اكون جزء من اول تجربه اكلينيكيه مصر بتعملها لاختبار لقاح الكورونا. انا دلوقتي في مركز طبي القطاميه، ده تاني مركز لاختبار اللقاح. التجربه دلوقتي في المرحله الثالثه، يعني تجربه عدت اختبار الامان والجرعه المناسبه كمان. دلوقتي احنا محتاجين نعمل التجربه على اكبر عدد من الناس لتاكيد الفعاليه وضمان الامان. طبعا كل ما هنشارك اكتر كل ما الوصول للقاح امن وفعال هيكون اسرع، فاتمنى ان احنا نشارك لاجل الانسانيه.